أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة فن الهجوم على الملك. فن الهجوم على الملك مقسم لعديد من الفيديوهات. الفيديوهات دي مقسمة إلى عدة عناوين، هنستعرض دلوقتي العناوين الرئيسية. فيديو رقم 14، هنبتدي في الكلام عن العنوان السابع الرئيسي، الصف والأعمدة والأوتار ودورهم في الهجوم على الملك المبيت. والفيديو ده هنتكلم عن الصف. العمل بالقرب من الملك المبيت ممكن ان احنا نقوم بيه بواسطة اي قطعة، ولكن القطعة الاكثر فاعلية وتأثير هي القطعة ذات المدى البعيد زي الوزير والرخ والفيل، علشان بيقدروا يهجموا من بعد على طوال الصفوف والأعمدة والأوتار. الخط المطلوب بمعنى العمود أو الوتر أو الصف يجب أن يستولى عليه، يعني قطعتك ذات المدى البعيد يجب أن توضع عليه بأمان، وبذلك يلزمك الانتصار على قطعة الخصم المقابلة، وفي النهاية يجب أن يخلى الخط من كل تأثير لقطع الخصم. في أدوات استراتيجية ممكن نستعملها زي الموقع الأمامي للحصان، وكذلك ممكن نستعمل الأدوات التكتيكية زي البطارية اللي هي إزواج الرخين أو عمل الوزير مع الرخ أو الوزير مع الفيل، وكذلك الربط كأداة تكتيكية ممكن أنها تستخدم بنجاح لإنجاز هذا الأمر. ودلوقتي تعالى نبدأ كلامنا عن الصف، وبالطبع لازم نبتدي بالإضعافات على الصف الأخير. أحد الأمثلة العملية اللي هتبين لنا الإضعافات على الصف الأخير وكيفية الهجوم من خلاله الموقف ده من دور بين برونشتاين وكابلانكا 1914. يلا نشوف الموقف. قبل ما نشوف المثال ده لازم نعرف إيه معنى إضعاف الصف الأخير. معناه إن الملك سواء الأبيض أو الأسود بيكون في موقع التبييت وامامه جدار من البيادئ الصديقة، ورغم ان هي بتدافع عنه الا انها في نفس الوقت بتمنعه من التقدم الى الصف الامامي، ولذلك بيكون هذا الملك عرضة لنزول اي قطعة زي رخ او وزير الخصم الى الصف الاخير واعطائه كش، ودي بتكون كش مات في اغلب الاحيان اذا ما كانش هناك رخ او وزير صديق بيحمي هذا الصف. وفي الموقف ده النقلة للأبيض، وكان لازم يؤمن بأن إضعافه على الصف الأخير بيمنعه من أن هو يقرب من بيدق سيسري وبيعتبر من المحرمات، والمفروض أن هو في الموقف ده ما ياخدش البيدق ويلعب نقلة زي نايت دي فور، وساعتها الأسود لازم يكافح إذا كان عاوز يفوز بالدور. ولكن الأبيض في الموقف ده لعب نايت تيك سيسري، ودي نقلة سيئة والنتيجة كانت كارثية على الصف الأخير. الأسود كمل نايت تيكس سي 3 روك تيكس سي 3 روك تيكس روك تيكس كوين بي 2. الوزير الأسود عاوز ياخد الرخ وفي نفس الوقت عاوز ياخد الوزير الأبيض، ورغم إن الوزير الأسود مش محمي إلا إن الأبيض مش ممكن يقرب له، وإلا الرخ الأسود اللي على الدي 8 ينتقل الى مربع دي 1 بتشيك ميت للملك الابيض، ولذلك في الموقف ده الابيض سلم. اذا الابيض حاول يدافع مثلا بكوين دي 3 بيكمل كوين اي 1 تشيك، ولازم الوزير يرجع تاني للتغطية من اف 1 والوزير الاسود ياخد الرخ. او مثلا لو الابيض لعب روك دي 3 على اساس ان بيهاجم الرخ الاسود في نفس الوقت، الاسود بيلعب ببساطة كوين اي 1 تشيك، ولازم الوزير يرجع يدافع ويحصل التكسير، وفي النهاية الاسود ياخد الرخ الابيض ويفوز. ودلوقتي تعال نشوف الموقف ده من دور بين ميكيناس وماروكزي 1933. في الموقف ده والنقلة الابيض اللي استغل الاضعاف الموجود على الصف الاخير في الاسود، وقام بتكوينة لعب فيها بدأ إيه الدور الأهم والأكبر. تعال نشوف عمل إيه. E6
البي ده عاوز الحصان نايت بي 6 اي 7، البي ده عاوز يرقي ويفوز روك اي 8 روك جي 8، الرخ عاوز ياخد الرخ الاسود بنجانا، ولذلك الاسود لعب روك تيكس جي 8، ولكن الابيض لعب اي 8 كوين تشيك، ولو الاسود اخد بالرخ هياخد بالوزير بتشيك ميت، ولذلك الاسود سلم. الحقيقة دور مهم وفعال جدا لعبه بدل اي علشان يؤمن الفوز للابيض. تعال نشوف الموقف ده من دور بين ناجدورف وجوليو 1948. في الموقف ده ايضا البيضة بيلعب دور مهم لتأمين فوز الابيض باستغلال الاضعاف الموجود على الصف الاخير للاسود. تعال نشوف ازاي. الابيض لعب روك تيكس جي 8 روك تيكس جي 8، لو الاسود ما خدش الرخ واخد مكانه الوزير كوين تيكس سي 6 هيكمل روك تيكس اف 8 تشيك كينج تيكس اف 8 دي 7، والابيض عاوز يرقي والاسود ما يقدرش يمنعه والابيض هيفوز. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل روك تيكس دي 8 كوين بي 6 عاوز الرخ روك اف 8 دي تخسر فورا، ولكن الاسود ممكن يقاوم اكتر لو لعب كوين سي 8 وبيكمل دي 7 عاوز الوزير كوين اي 8 كوين اي 6 تشيك كينج اتش 8 روك اي 1 عاوز كوين اي 8 تشيك ويفوز اتش 6 كوين جي 6 عاوز المره دي يلعب روك اي 8 تشيك ويفوز روك جي 8 اتش 3. النقله دي مهمه جدا علشان بيعمل مربع هروب للملك بتاعه، ودلوقتي يقدر يحرك الرخ بتاعه بامان ومش خايف من كوين اي 1 تشيك ميت للملك الابيض. ولذلك الاسود بيلعب كوين دي 8 كوين اف 7 كينج اتش 7 روك اي 8 والابيض بيفوز. ولكن الاسود في الموقف ده لعب روك اف 8 وكمل دي 7، وهنا الابيض لعب نقله قويه كوين جي 1. لو الاسود كمل بروك تيكس جي 1 تشيك كينج تيكس جي 1، دلوقتي الاسود ما عندهوش اي طريقه يمنع بيها الابيض من الترقيه والابيض هيفوز، ولذلك الاسود سلم. في المثال ده برضو البيضة لعب دور مهم لتامين فوز الابيض. التكوينات اللي بتعتمد على اضعافات الصف الاخير عادة قصيرة الأمد والأمور بيتم حسمها سريعا، والمثال القادم ممكن أنه ينضم إلى هذه الفئة لأن الانهيار الفجائي جه بطريقة سريعة نتيجة لضربة مضاد مفاجئة وحدث نقطة تحول في الدور. يلا نشوف المثال التالي. فلور بيلعب ضد مجموعة من اللاعبين 1933. في الموقف ده الاسود عامل بطارية من رخ ووزير ومصوب على مربع اف 2 بتشكل الملك، وفي نفس الوقت بيهدد الرخ، وكان متوقع ان الابيض يدافع عن هذا المربع، ولكن فلور كمل بروك تيكس اي 5 وساب الاسود يفكر. الاسود لعب كوين اف 2 تشيك. الحقيقة فلور كان بيحسب ان النقلة دهيت بتوقع الاسود في فخ هو نصبه، ولكن في الحقيقة دي افضل نقلة عند الاسود. يعني مثلا لو الاسود بدل ما يلعب كوين اف 2 تشيك لعب نقلة زي بيشوب اي 6 بيكمل كوين اي 1 عاوز الفيل روك اي 8 بيشوب بي 5 بيشوب دي 7 اتش 6، نقلة قوية جدا. بيشوب تيكس بي 5 روك تيكس جي 7 تشيك كوين تيكس جي 7 اتش تيكس جي 7 روك اف 1 تشيك كوين تيكس اف 1 بيشوب تيكس اف 1، ودلوقتي الابيض بيلعب روك تيكس اي 8 والابيض بيفوز. ولذلك في الموقف ده افضل نقله عند الاسود هي كوين اف 2 تشيك، وكمل كينج اتش 2 كوين تيكس اف 1، دي نقله مشكوك فيها وبتخسر سريعا، لكن الاسود هيخسر على اي حال.
افضل نقله عند الاسود كانت كوين اف 4 ويربط الرخ الابيض، والنقله دي بتوفر له اكبر قدره على الدفاع. ولكن الاسود في الموقف ده لعب كوين تيكس اف 1 وكمل الدور كوين تيكس دي 5 تشيك كينج اتش 8. لو الاسود ملعبش كينج اتش 8 وغطى بالوزير، الابيض هيفوز فورا بروك اي 7، والوزير لو اتحرك الابيض هياخد على جي 2 بالرخ وعنده كش مات في نقلتين. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل كينج اتش 8، وهنا لعب الابيض النقلة القوية اتش 6 والاسود سلم. لو الاسود رد بجي تيكس اتش 6 هيلعب الابيض روك اي 8، والابيض بيهدد كوين دي 4 والمات لا يمكن منعها. واذا الاسود لعب جي 6 هيلعب روك اف 3 والابيض هيفوز بسبب الاضعاف الموجود على الصف الاخير للاسود. أرجو أنك تكون استفدت من المعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة فن الهجوم على الملك.